الحقيقه في البطوله دي هو المواجهه الاولى امام مونتري المكسيكي. هنروح لاكسال سوليس الصحفي المكسيكي وواحد من المقربين جدا الحقيقه من نادي مونتري المكسيكي، هيكون معانا دلوقتي في السادسه من امام ملعب مونتري اللي يمكن ظهر في خلفيته. بدايه طبعا سوليس بشكرك على وجودك معانا واهلا بيك في السادسه. أشكركم جميعا وأشكرك أحمد، بشكركم جميعا وبحييكم من مدينة مونتري من أمام استاد مونتري اللي هو بيحتضن مباريات نادي مونتري اللي هيشارك في البطولة المونديال بيشارك للمرة الخامسة في بطولة المونديال. هو الفريق الأكثر تمثيلا للمكسيك دلوقتي في الفترة الحالية، وسعيد جدا بأن أنا موجود معاكم في برنامج السادسة. طيب ازاي بداية بتشوفوا فرص مونتري في بطولة كأس العالم أو في نسخة كأس العالم اللي هتتلعب في أبو ظبي، وازاي استقبلتم كمان القرعة ومواجهة النادي الأهلي في بداية المشوار؟ حسنا، الحظوظ، الطموح ان احنا طبعا ان احنا نصل لأبعد مرحلة في البطولة. مونتري وصل قبل كده لاثنين سيمي فاينل في البطولة، وانه كان امام تشيلسي وخسر 3-1، ولكنه قدر ان هو يفوز بالمركز الثالث، وقدر ان هو طبعا ياخد المركز الثالث في مواجهته امام النادي الاهلي. وفي نسخة 2019 خسر قدام ليفربول الإنجليزي، وقدر ان هو بعد كده ان هو ياخد برضو المركز الثالث. في سابقة مهمة جدا في مدينة مونتري ان في آخر مونديال للأندية فريق تيجريس اللي هو المنافس التقليدي لمونتري في مدينة مونتري وصل للنهائي، ولكنه خسر امام بايرن ميونخ الالماني. ده طبعا بيقول ان هو ان فريق مونتري طبعا مجبر او ان هو عايز يوصل للنهائي. وطبعا ان هو يواجه فريق تشيلسي الانجليزي، ولكن فريق مونتري هيخوض المباراة بطموح كبير جدا عشان يواجه فريق بالميراس في نصف النهائي. وكمان هيدخل ان هو بأفضلية ان هو واجه الاهلي في مباراتين قبل كده. طيب الاهلي هو فاز على الاهلي، ودي نقطة مهمة جدا اتكلم معاك فيها، لانه الاهلي برضو اختلف بشكل كبير جدا، وخصوصا في النسخة الاخيرة اللي انت كنت لسه بتتكلم عليها، وقدر يحقق المركز الثالث على حساب بطل امريكا الجنوبية وبطل برازيل بالميراس. قبل ما اتكلم على الاهلي خليني اخدك شويه المونتري، تكلمني على استعداداته للمشاركه في كاس عالم انديه، كلمني على السكواد بتاعته مختلف قد ايه عن السنوات الاخيره، الدعم اللي عمله او الصفقات اللي عملها في الفتره الاخيره. نعم احمد، في اختلاف كبير عن القائمه، وكمان لو بنتكلم على المستوى التدريب طبعا في اختلاف للمدرب. من اخر نسخه شارك فيها في 2019 في حوالي 6 لعيبه هم اللي موجودين: الكولومبي استيفان، سيسار مونتس المدافع، خيسوس جاياردو اللعيب اللي هو شارك في مونديال 2018 مع المكسيك، تشارلس رودريغيز، ألفونسو غونساليس ده الاسم بتاعه، وطبعا روخيليو فونس موري.
ست لعيبة من بيشاركوا حاليا في الفريق الحالي مقارنة بالمونديال الأخير اللي كان في 2019. كمان في طريقة اللعب اتغيرت كتير جدا. رايادوس أو اللقب اللي بيطلق على مونتيري بيلعبوا بطريقة رأسية بطريقة مباشرة. الفريق دوت تحت قيادة خبير أجيري بيلعب بنوع من التوازن، بيحاول ان هو بيحتفظ بكرة وبيلعب على الهجمات المرتدة السريعة، بيلعب بأربعة مدافعين، ثلاثة في خط الوسط وثلاثة مهاجمين. نقطة مهمة جدا، الفريق دلوقتي موجود ان هو في فترة اجازة لان الفريق خرج بشكل مبكر من البطولة اللي هي الافتتاحية اللي هي الابرتورا، خرج من دور الثمانية وهو دلوقتي في الفترة الحالية هو في فترة راحة لحد منتصف ديسمبر. بالطبع طبعا الفريق هيحاول ان هو يدعم صفوفه طبعا بصفقات جديدة. Los antecedentes recientes del Monterrey suelen contratar jugadores de alto nivel. وطبعا احنا عارفين ان مونتيري قدر ان هو في الفترات اللي فاتت يجيب لعيبه كتير كويسه، وهيحاول ان هو في الفتره ديت كمان ان هو كمان يجيب لعيبه كويسه الفتره ديت عشان يقدر يقدم مستوى كويس في مونديال الانديه اللي هيبقى في المونديال. Con también la base de un entrenador que conoce el fútbol egipcio. والاكتر كمان ان هو هيبقى بيدربه مدرب زي خابير اجيري عنده درايه كبيره بالكره المصريه. خليني اكلمك على مصر. من وجهه نظرك طبعا مين هم اهم او اخطر اللاعبين من وجهه نظر اكسيل سوليس في فريق مونتري، وايه هي الصفقات او المراكز اللي بيحتاج فريق مونتري لدعمها في فتره الانتقالات او في فتره التعاقدات اللي جايه؟ حسنا، اللعيبة الأهم هو لعيبة دولية، بنتكلم عن روخيلو فونيس موري لعيب أرجنتيني ومعاه الجنسية المكسيكية، هو أحد اللعيبة المهمين جدا في قائمة المدرب تاتا مارتينو في المنتخب المكسيكي. وهو الهداف التاريخي لمونتيري، وفي ألبرتو رودريغيز لعيب مهاري جدا في خط الوسط، لعيب بيقترب جدا طريقة لعبه من تشابي هرنانديز اللي هو المدرب الحالي لبرشلونة الإسباني. وفي عندنا كمان لعيب أورتيز، ده لعيب من باراغواي. وفي خط الدفاع هيبقى موجود غالبية اللاعبين اللي هم غالبية اللاعبين الأساسيين. طب أكسيل سوليس، خليني أعرف منك خروج مونتيري من الأبرتورا أو الدورة التمهيدية في بداية الموسم كان سببه إيه؟ الخروج المبكر، وإزاي بتقيم سريعا جدا تجربة خافيير أجيري مع مونتيري المكسيكي؟ كان في صعوبات ان هو لعب بطولات في الفترة ديت، في بطولة الكونكا كاف، دوري ابطال الكونكا كاف اللي هي بتأهل للمونديال الاندية، وكمان في الدوري المكسيكي. مونتيري ما قدرش ان هو يلعب بالقائمة الكاملة بتاعته بشكل كامل، وده خلى فيه نوع من الصعوبات، صعوبات بدنية وصعوبات فنية بالنسبة لمونتيري. وطبعا خروجه كان نوعا ما منطقي من البطولة. اما بالنسبة لأجيري، ما قدرش ان هو ياخد اللعيبه او ان هو يبقى عنده اللعيبه الاساسيه بتاعته بشكل كامل، وفي نوع من عدم الاقناع شويه بالنسبه للجماهير، لان الجماهير مونتيري اعتادت على ان هي تتوج بالالقاب
ولهذا في الكونكاكاف خبير أجيري ماشي بالفريق بشكل كويس، ولكن في الدوري لا. أكسل سوليس طبعا الصحفي المكسيكي والمقرب جدا من نادي مونتريال المكسيكي، بشكرك جدا.